أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل ألح في سؤاله فقال: إننا في اليمن نتناول القات في جلسات المقيل، فهل هذا القات من المحرمات أم إنه غير محرم؟ فنحن حائرون في هذه المسألة، وهناك عدد كبير من العلماء يتناوله عندنا في اليمن، فأفيدون مأجورين. يا أخي، القات أفتى فيه العلماء، فتاوى كثيرة موجودة، أفتى فيه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتوى موجودة الآن مطبوع، أفتى فيه الشيخ بن باز، أفتى فيه المشايخ، صدرت فيه قرارات من مجامع فقهية، وهو أشد من الدخان، هو أشد من الدخان، لأنه مفتر، ولأنهم يجلسون ويتعاطونه بما يسمونه التخزين، فيمضي عليهم وقت طويل لا يصلون بموجب التخزين هذا، فهو من المحرمات بلا شك، وأفتى علماؤنا بتحريمه. واللي يقول أنه مباح هذا لا دليل عنده، كيف يكون مباح وهو آثاره سيئة وآثاره قبيحة ومفتر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر. وممن أفتى به من علماء اليمن الشيخ حافظ رحمه الله، الشيخ حافظ الحكمي له قصيدة في الرد على من أباح القات. نعم.